تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية وموساة من أخي صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بوفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة رحمه الله.